زال. نعم هذا ربج دلال عمي اسماعيل اسود ابو محمد ما شاء الله تبارك الله. صار 25 مليونين و500 خرفان صرحيات. نعم مليونين و500 سوري. جدايه؟ جدايه اسماعيل؟ جدايه 13 ابو غزال. مليون و300 جدايه. ما شاء الله تبارك الله. مليون و300 تجار الجدايه. عليها ال 20. هلا الرقه. والفطايم ايش يريده؟ والفطايم تريده ب 20 ما صار. تريده ب 20 ما صارت ورقه وربعت. وربعت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الوادي جرى جرى. والله ما شاء الله سنتجوز ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا اذا قطعت وين ابو محمد؟ اذا قطعت اجواله 50 اتجوز واشتري سياره. ان شاء الله. ان شاء الله. ما صار ورقه. ما شاء الله تبارك الله. ابو حماد المرياع علموس لحم مليونين و700 ما شاء الله تبارك الله. اسمع اسمع خلاص خلاص تجوز ها يقول شاك في شك ما شاء الله تبارك الله يقول زاد انا اتجوز ابو حماد شو اسمه تجوز حياك الله ونعم عم بشير شنو عندك النوبه ابو محمد السوم السوم وين هنا كله مسيوم ما شاء الله تبارك جاوبني وانا ارد عليك الصلاه على محمد بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله حركه السوق كلها طيبه يا شباب هذا لنا ابو محمد القرقر كبار هذا لنا صار 22.5 مليونين و250 250 ما شاء الله تبارك الله حلال كله مسيوم يا شباب وبركه حلال بالسوق فلذلك ما نقدر نغطي كامل اسعار اريد 4 ملايين و500 هيا الولايد ما شاء الله تبارك الله 4 اخراف و5 فطام 9 عروس 9 عروس كل شيء قلت لي عليهم 4 و5 4 الطلب 4 و500 ما شاء الله تبارك الله يلا حيو يلا حي ابو غازي ابو غازي بس مو تبع تبعنا نعم هذا ابو غازي تتبعنا ابو غازي تبعنا تبع مشرفه اي نعم تبع مشرفه هذاك ابو عرعور نعم تحياتنا لابو عرعور انا عارف انا عارف اقصد يلا يجيك معناته مو نفس ذاك لا مو نفس ذاك ذاك ابو عرعور ونعم من ابو غازي والله كلكم ابو غزال ما شاء الله ما صارت شيء ابو محمد لا بلا ما سام انت وين نزلت ليش اي حد اسماعيل بس لا طالعني على الصوره 4.5 ريده هاي 4.5 ابو محمد كانه الرغوف ما عليها والله ابو غزال ان شاء الله يصير عليها السوق عليها السوق كله زين بس النور السوق بشكل عام زين بس الرغوف ما شفت عليها سوماني ايش بلا شلون ما عليها قامت تطلع لها من بش والله شو ما بي عليها شو انا هاي القنب ابو محمد ايه القنب هاي يا اخوي صار 3 ملايين بعد يا خالد 3 ملايين لا لحم ابو محمد ولا رقل الاعشاب 3 ملايين 3 ملايين صارت يلا حي ابو مديحه يلا يا ابو عبودي وين تركت هراران من تركت هراران قامت تمطر اي نعم الله يسعدكم مديحه مديحه دور ذبايح ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد تبارك الله 3 ملايين 3 ملايين شباب ياخذونها رقل انه بيع شار ولا لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله سوق مكبوس حلال كبس يا شباب ما شاء الله تبارك الله نروح لعند رجاء الدلال ابو غازي وينك ابو غازي؟ ما شاء الله تبارك الله نشوف الفطايم عم ابو غازي زاد بدنا نقطي ربجك يا اخي اهلا وسهلا عم ابو غازي الفطايم هاي شنو وضعها؟ الفطايم والله اريدها ب 15 ايه ولسه ما صارت ما صارت اي والله جديده هاي الفطايم التازه هاي جديده تبع السنه هاي 2024 ولاده حديثه حديثه مليون و500 طلب الطلب البيع مع ال 14 مليون و400 كلام البيع نعم الخرفان هاي الخرفان 18 18 مثل البيع مليون و800 طلب مليون و800 والبيع ب 17 مليون و700 البيع على المليون و700 أيوة. هذا نعم ابو غازي هذا ال 21 صار لا شوي حمودي حمودي شوي يا اخي حمودي البيع مليونين البيع مليونين البيع مليونين مليونين والطلب مليونين و100 مليونين صوتنا ما يطلع يا شباب قريب حاد الخلاف هاي صارت قريب حاد يا شباب ذبحني ذبح الخلاف ابو هاي صارت مليونين و100 هاي دغالي شباب مليونين تبع العام نعم مليونين و100 هاي دغالي صغار عم ابو غازي هاي تبع العام هاي اي عارف بس صغار اقول يعني حبه ناعمه هاي اقل وسط نعم وسط هاي وسط. مليونين و100 الدفع والطلب ابو غازي الطلب 22 طلب مليونين مليونين و200 الفطايم عم ابو غازي الفطايم 15 15 صارت؟ لا اريد تريدها مليون و500 ايوه عم ابو غازي شلون شايف تطلعات السوق؟ والله السوق غالي حيل غالي 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 حركة الشراء والبيع زينة؟ بعد هالمطرة والله حركة زينة الحمد لله زينة
وبعد هالمطر زاد تحسن السوق اكثر ان شاء الله. بس كانه الرقوث موحي ما انا شايفها عليها. الرقوث ب 4 ملايين و500 وب 4 ملايين ايه جاءت تنباع على راس عم ابو غازي. الله يرزقك يا رب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. احنا بالجدلال عمي الشيخ ابو ابراهيم عفوا الشيخ ابو ايمن 17 تصير روح يا الله. ترينا ب 16 كنا يا الله وهذا بسبعة 27 تراجعوا. ها اهلا وسهلا تحياتي ابو غزال. على راسي يا عم ابو ايمن. مليونين و600 صار نريد من الله 700 الخرفان. هالخرفان خمس خرفان ما شاء الله تبارك الله. مليونين و600 يا شباب الدفع والطلب مليونين و700. اللهم صل على محمد. والفطامة يا عم ابو ايمن الفطامة هاي صارت 15 نريد من الله 17 حقك الطبيعي يا ابو ايمن يا شيخ يا حي الله ونعم منك والله. مليون و500 حسن روح الدفع اول الدفع. حياك الله 100 هلا بك 100 هلا بك حياك الله حيا بعدك الحي. مليون و500 الدفع والطلب مليون و700 باقي قال لي مدري مليون و600 ما شاء الله. دلال عمي ابو فواز وعمي فواز ابو الوسام ما شاء الله تبارك الله. شو قد فواز هاي طلبها؟ والله هاي من 18 ل 19. الطلب مليون و800 مليون و900 ايه. افوز شلون السوق؟ زين السوق زين حيل والله ما شاء الله. الخروف شلون انباع؟ شو قد انباع الخروف؟ والله كيلوات انباع فوق الاربعة وربع. فواز قول لي بديك علو اربعة وربع ايه مصوف اربع دولارات واربع وربع مصوف اقول ايه مصوف فيه ها اسعار ديك علو ان شاء الله ان شاء الله يجيك هديك العلو والله بدي اكل منك ما شاء الله تبارك الله. هاي ابو فواز هذه والله هاي بدك تقول على 27 28 لسه ما انسمت يعني لسه ما انسمت مليون ايوه في عندك شيلات انباعت مو؟ في شيل انباعت ب 32 ثلاث ملايين و200 ربع ثلاث ملايين و225 ابو فواز قد وزن تقريبا؟ والله وزنها يعني تقريبا يعني بالخمسة واربعينات ما شاء الله زين زين اسعار زين حيل اسعار زينة. هاي توجت هاي لسه قاعد يربطون قاعد يربطون بها توج جديد قاعد تصور من الصبح يا شباب ما شاء الله. يلا حيا ابو ناصر. ابو ناصر شلون مترك سوق البقاره وجايين على سوق المتنوع؟ هذا رجين العرج منه هذه شنسامه ب 24 وربع هذه اللي عند الحائط اللي عند الحائط هذيك اللي عند الشوبه 24 وربع هاي ايوه 24 وربع مليونين و425 السوق ايش قد 5 ملايين 5 ملايين سوري قحم قحم يا هذا مال خبره قحم ما شاء الله يا الله بسم الله هذا انباع ب 3 ملايين هذا انباع ب 3 ملايين ما شاء الله تبارك الله. هذا النعم احمد عشر 3 ملايين و350 3 ملايين و350 وفي منها صارت ب 4 ملايين وفي منها ب 4 و200 صارت تماما ايه؟ اما صارت على بعضها 33 ونص 33 ونص 4 ملايين 3 ملايين و350 3 ملايين و350 انا معشر. طيب هذا فطايم مليون و750 قرقره مليون و750 ايوه. طيب هذا منيش 2 مليون و900 اسخلات مليون مليون. طيب نبلش ايوه اسخلات مليون 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 ما شاء الله. هاي وراها توم خروف وطيبة 5 مليون صارت 5 مليون وراها خروف وطيبة ونعاد كبيرة. نعم مزبوط مزبوط كبيرة نعاد. هذا لنا ما سامي طلب 13 مش محدد تمام. انت قلت لي بي فطايم ايش قد قلت لي؟ مليون و مليون و900 مليون و900 دفع بيه نريد مليونين تريد مليونين مليونين هذا صار 16 ونص هذا صار 16 ونص مليون و650 مليون و650 طيب عويك عويك صار 750 مليون على الموس كب على الخاطر بدون مليون صار مليون مليون 750 750 على الكب على البحر على الخاطر يعني يعني بدون كفاله 750 750 هذا ايش قد ابو حميد؟ 4 ملايين صار خروفين وفطيمتين وراهم يعني 4 روس 4 نعجات 4 نعجات خروفين وفطيمتين 4 4 يعني 8 روس 8 روس 4 4 ما شاء الله تبارك الله. هن ولا اذا 8 روس على راسي يا ابو حميد. هذا رجل الدلال العم ابو فضيله. شلون فضيله؟ اهلا. شلون السوق؟ شلون السوق فضيله؟ السوق شلون؟ الحمد لله. السوق زين ولا مو زين؟ زين زين. هاي ايش قد هاي؟ هاي صارت مليون و310 هاي اسخله يا شباب صارت مليون و310 تمام فضيله. وغيره؟ هاي بعناها ب 20 هاي شنو؟ ب 20 فطايم؟ ايه على 20 20 مليونين مليونين. هذا ربجها الفطايم مليونين مليونين. قناتي على اليوتيوب الشرقيه للمواشي على اليوتيوب. لا يوجد لدينا شيء على الفيسبوك. هاي العجه هاي؟ العجه
هاي بعناها ب 44 وراها خارون 4 ملايين و400 4 ملايين و400 سوري يا شباب، والدولار موجود اسفل الشاشه. طيب الخرفان هذا نبغي له والله هذا صار ب 27 مليونين و750 والله كثير. تمام اما لهم انه باعها كيف والله ولا عنا بغزاله هلا ابو سليمان بعته بس بنص شوي بالله بس شوي سليمان الله يبارك 15 15 10 بدلالة 15 بدلالة 15 بدلالة مليون و500 بدلالة مليون فطايب يا شباب 50 ابعتوه ابعت الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له مليون و500 انباع الوحده بدلالة قول الله يبارك له قول له الله يبارك له ايوه خلاص اطلع من اذنك انت صعبه الله يبارك له حجي الله يحفظك ويبارك بعمرك 15 ونص بدلالتين مليون و500 50 بدلالتين ايه مليون و 540 يعني ايوه تمام أيوة. الله يرزقك ان شاء الله.